السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي مو محاضرة بقد ما انه في التنويه بسيط ممكن يساعدنا بالاكثر. اذا كانت عندي بيانات خاصة لاي متغير مناخي لاي داتا هنا متواجدة مثل هذا الافرج لمتغيرات العنصر المناخي اللي هو السقيط سنويا يشمل خلال هذه السنوات من 1981 الى حد 2013 و2014. فأريد أنا أسوي مقارنة مثلا البيانات اللي من القمر الصناعي مع البيانات الأرضية، فأحتاج أرسم أحسب الكورليشن وبعض الستاتستيكال باراميتر. فأنا هسه نلاحظ هنا هاي الحسابات كانت بالجزء الأفقي، فأنا أريد بالعمودي. فأنا مثلا هسه أخذت الأخير اللي هو الأفرج السنوي لهذه السنوات، من أروح هنا إذا قلت له بيست فقط بيست لأي طريقة من البيست راح ينسخ ليها بشكل أفقي، لكن انا هذا اللي لاحظ هنا نسخه بشكل افقي، انا اريد شكل عمودي هنا. فشنو اسوي؟ اروح هنا ما نسميه جراوند، امسح هذا القديم الموجود، اختار اضغط اختار سبيشال بيست، من سبيشال بيست اختار هاي الكلمه سبيشال بيست. بعد ما اختاره هل يقول لي تريد طباعه جميع اللي انت سويت له بيست لو الفورمات لو الفاليو؟ انا كله عباره عن قيم، فاقول له فاليو عادي. تريد تقول له أل إذا أنت كنت يعني الجدول مالتك يحمل تكست، ويعني مثلا لو كان أنا يحمل لي أيضا هاي الكلمة الموجودة فأقول له أل، أو أقول له كذا وكذا، يعني هالخيارات هاي. فهساني البيست انطيته بس باليو، أنا عندي بس قيم. هذا الخيار اللي هو أهم خيار تفعله هو ترانسبورتينج، إنه أقلب لي يعني سوي لي عملية ترانسبورت راح يسوي لك قلب. فتضغط علي اوكي. لاحظ هسه هنا رسم لك اياه بالشكل العمودي، هنا أنا بالشكل العمودي. هذه الفقره كلش مهمه اللي هي احنا راح نسميها يعني مثلا ترانسبورت او يعني تحويل ترانسفورم فيرتيكال كولوم مثلا تو هوريزونتال اور يعني انفيرس او بالعكس. هاي الخاصيه كلش مهمه يعني نوعا ما مرات واحد ما ينتبه له، لكن تسهل عليه وقت. إن شاء الله نلتقيكم بفيديوهات قصيرة تعليمية أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.